كذا قول كذا قول غير قول كذا قول كذا قول غير الله من يرعاه عالم جميع اللي يسير معاه كذا قول كذا قول غير قول كذا قول كذا قول غير الله من يرعاه عالم جميع اللي يسير معاه كذا قول غير الله من ينشلنا بالحق يجمع برها وجبلنا كذا قول غير الله من ينشلنا وبالحق يجمع برها وجبلنا وما يغربك من قال نحن قلنا ما يغربك من قال نحن قلنا بكرة بعد يشبع الساع ينساها بكرة بعد يشبع الساع ينساها السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. مطول؟ مرحبا. مرحبتين، تأخرت كثير يا زول. تأخرت علي كهرباء. عندك شي سبسي نشربه والله واحد مزعلك في هالقريان نضربه؟ لا 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 عندي سيف يشربه ولا عندي واحد مزعلني تضربه ولا بيتي كمان تخربه يا زول. يعني نطمن عليك؟ اطمئن اطمئن اطمئن. الحمد لله الحمد لله على السلامة يا زول. الله يسلمك. خرجت يمشي من المستشفى من نفسية؟ أي الحمد لله. باي تمام. والوطن 100%. لا ما شاء الله ما شاء الله. بس ريت الجماعة اللي في المصحة النفسية جوا أي خير من الجماعة اللي برا. قول عليها واشرب يا زول. قول كلام معقول. حقه صح، اللي في المستشفى جوا افضل من اللي برا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. المال الغنم هذه؟ الغنم دي شوري. شورك يعني تشاور فيك وتشاور فيها؟ تشاوروا في بعضكم؟ هي حقه يعني هي شوري ومش شوري تقدر تقول كده. هذه غلام حمالة. حمالة أختي حمالة. حمالة. أي حمالة تحمل في مواجع عدة. نعم. صابرة وتصبر على الكدا والغد وسيكتة وتزمط في كثير عليل. حقة؟ خمس حروف. أي خمسة. لمع. أي واحد تلمحه يجي صديفة. سبحان الله يا زول. لحيمة. ايه اللحم والخير تعطيك صح. حلامة.
اللي تحلم به حتى هو يجي يصطيف. لحامه. ها؟ لحامه. تلحم فيك النار؟ تشيت فيك النار؟ ما عادش تطفى النار الا نين ترضى عليك. يا زول سيب النار، يا زول سيب النار. طفي النار. طفي شنو؟ قلت لك طفي النار. طفي شنو يا اخي؟ طفي النار يا طفاي. قلت لك طفي النار. هيا طفاي جري جاي جري دونك جاي، النار كلتني يا طفاي. ايش الاخبار؟ تمام تمام تمام، كله 100%، كله 100% مطوي، كله 100%. الوطن بخير وسلام. انت يا زول الكلام اللي تقول فيه ده كلام شنو؟ انت عاوز تحكي شنو يا بنرعى؟ ايه نبي نرعى، نبي نرعى، نبي نقسمها كم فرع، نبي نرعى، نبي نرعى، نبي نقسمها كم فرع، نبي نهلبها متر، نبي نرعى، نبي. يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا مطول يا مطول، اسمعني انت. نبي نرعى. اسمعني. نبي نرعى. اسمع يا مطول. اسمع فيك. الغنم دي غنم اصيله. دي غنم تليد. ما تقدر تقسمها ابدا. لا نقدر نقسمها. نخلي المعيز معيز. والظان ظان. ماشي ماشي أعلمك، لكن في أول كل حاجة ضروري أساوي لك اختبار. اختبار؟ أي بس أنا ما عنديش أي حساسية. أنا ماني فاهمان في الحساسية يا زول، أنا ما نفهمه وما نعرف الحساسية. ضروري تتعلم الرعاية أولا. علمني. هيا يا سي هيا علمني، علم نبي نرعى، نبي نرعى. هيا ماشي 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 أعلمك، لكن الغنم دي عايزة شنو؟ عايزة موس وفحم وشوايا وجروس. والله واحد يا اخي ما شورك ما شورك ما شورك. انت تعلم الرعايه الاول، والنار والموس والشوايا. ما شورك يا مطول، ما شورك. هيا يا سيدي علمني، نام مستعد لاي تعلم، تعلمني. هيا ها ها ها. ماشي اعلمك. لما تقول ار يمشي الحمار وتجي الناجة تعمل شنو يا زول؟ نقول الرش الرش رشا. ماشي 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 ماشي. لما تقول اخ يبرك الجمل ويجري الجدي تعمل شنو انت يا زول؟ يا رجل انت كانك تبي تخششني عقل مو عقلي. والله كيف الله يخشك عقل مو عقلك. اخ الرش. ماشي ماشي ماشي. الرخش. لما تقول ايش ايش يقف الحمار ويجري يديك تعمل شنو انت يا مطول؟ ذبانة. ها وين ذبانة؟ ذبانة وين يا اخي؟ الشاشة غادي يا قدامك نجعب واد يا ذبانة، يا قدامك نجعب واد. حد 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 قدامك نجعب واد. اسمع يا مطول، شايف البقر اللي قدامك ده؟ البقر ده ده اللي قدامك هناك ساكي، شفته ولا ما شفته؟ ده اندو لغة. المعيز ده اللي موجود هنا. ايوه. معيز ده اندو كمان لغة. والحمار ده بعنين زرقة جميلة لماعة ده. كمان اندو لغة. واندو عصا. والكلب ابن الكلب ده. اندو لغة كمان. كيف يعني؟ كيف؟ ليش؟ عليش؟ ها؟ كيف؟ ها؟ دي كمان لغة. ها ما ها؟ اي ها ما ها؟ دي كمان لغة وعاوز حد يترجمها. ها ما ها؟ اي ها. يا شاغادي شا قدامك نجعب وادي يا ذبان. صب لي طاسة شاي واعطيني سبسي. ماشي ماشي اصب ليك يا اخي. والله قال لها ذات سيبسي ما عندي، انا ما اشرب دخان، سجاير ذات ما نشربها. سهل لسه اتعلم. ماشي 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 اصب ليك. صب 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 وهي تشرب. الله عليك الله. سلام تم راجع، يبي يخيط الصورية وهذا وين عطاها لي ومستعجل بيها، ووقفني عليها بكي نخيبها له. بس بك هملكتي يا عمتي شوية باتي توقف قلت لي عليها. خالك وين يلي؟ أو قاعد مع السدري شوي وجيها. هاي هاي شوية نوتيها لك. هاي
تعرفي خبرها على السوداني ان شاء الله عليه نقلنا ديته مبروكات. وشن هي البركه اللي رتيها فيه؟ تعرفي خرز لي الشكوى وهقت كرعيها وهقت رقبتها. عادي اي خراز يديرها، ما هو قال خرازه؟ لا مش اي خراز، هذا يديه فيه البركه. تعرفي من يوم انا حكتها لهذا انفرطت ولسوا وتم فيها لبن تقول تقول عسل. لك لا عسل لك اخرى بحق الله، يا فيه طعامه ما ريت سمي حتى، يا دوب نخض مره مرتين ثلاث تطلع الزبده وحدها واللبن وحدها. عثمان هذا ما عاد عرفنا شنو، راعي خراز شيخ فقي لمن كلن ما شاء الله. وقلت لك ما شاء الله يديته فيه البركه، وحتى خيك خرز لك اندرته. وش صار لها؟ ما تقولي ليش حتى ما تمشي بروحها. هيا هيا لو كان نقول لك ما يقصد مكان عنده فيه مصلحه ويمشي لبسه الا وتنقضها له. مريت لبركه كان فيه بركه راه دارها الروحه، بوزيد كان يصلح راه صلح سواني بلاده. يا خيتي الفقاها هذا حالهم خيرهم لغيرهم. هو فقيل منجو؟ اه تعرفي هو بمروت عنده مروه مالها حد، وتعرفي خرا حتى خيك راضي عليه وعبي عليه في كل شيء. خلاص مادام هو يخرز يخرز، الساعه نعطيك نادر لعيالي يخرزهم. حايا حايا لو كانت عطيك نادر العويل، تعرفي تحسبه يخرز لكو وحياتك ما يجيب لك الا كنادر جديد لعويلتك، وحتى انت يجيب لك كندره جديده اخرى. لا 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 يجيب لي لا نجيب لي، ما نريد منه شيء. ما جابوا لي اللي لي خيتي هابه يا بالراجل براني. لا 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 هو مش كيفهم عاد مش كيفهم. وفيش يفرق؟ هو عند انت ما خير من اخوالي وحياتك بلك، هو اللي يا ليك ويا لينا ويمسك ظناك ويرعى غنمنا غير اسمعيني وطوعيني. عطنا والله صحيكة إن كان عبين علي راجل براني يمسكنا. الراعي ربي. يغرف اللي يا ما سنين غرفها،
ويبقى بعيد وما يحق جباه ويبقى بعيد وما يحق جباه.